بيتعلم منه. كل واحد بدين الله، كلنا خلقت الله، كلنا خلقت الله، الدين لله والوطن للكل. ليش تنعيش مقهورين وما نحب بعضنا؟ بكره الموت خلص. هالقرى كلها بهالجبل مثل بشمون، مش غير شكل. لبنان من قديم الزمان، كل عمره سويسرا شرق لبنان، ليش عملتوا في هاي؟ لاي ما كانش في شيء اسمه طائفة، كان لبنان من كل الطوائف. أنا هيك حب أوجه كلمتي لكل الآباء والأمهات، حيدوا أولادكم عن الطائفة، علمونا حب الوطن، ما حدا له ملاز إلا الوطن لبنان. إذا نحن طلعنا هيك مثل ما حكينا، تغيير واجب، التغيير ضروري، التغيير يعني صار ما عاد ينحمل الوطن. لبنان ما تغير. هالناس الله يسامحهم هن اللي وصلوا هالوطن الحلو لهون، وهذا شيء نحن عازي علينا كثير فيه، وبندعي لله وبنتخضع انه هالانتخابات الجاي كل واحد يعمل شو بيفرض عليه ضميره تجاه لبنان وواجبه. إذا بدي أعمل حلو بالأعياد، جيراني كلهم يكونوا عندي، ساعدوني بكل شيء. خلينا نطلع اليوم على البلد كيف هو، خلينا نقول البلد هلا هو هيك مش من امبارح ولا من قبل سنة، هو هيك من لما بلشت الحرب الأهلية بالبلد واللي بعدها لحديت هلا عم بتتكرر وبأشكال مختلفة. نحن أخرنا التطوير هذا البلد، نحن ساهمنا بتدمير هذا البلد، مش فرقان معي مع مين الحق، بس كلنا كنا مشتركين بهذا الجانب. انا عم بحضر فيه وناسي حسيت على شيء قاتل عم يحكي، فقلت انه مصدق له للاخر او لا، انه حسيت بمكان ما انه انت عدوي صلي عم تحكي لي عم حسه. بس بعد ما لفيت الفيديو حسيت قديش لازم نحن نعرف خطأنا ونحكي فيه، لأنه نفس القصص عم نسمعها دايما. هيدا فيلم ما عن حرب، هيدا فيلم عن إنسانية، هيدا فيلم عن محبة، هيدا فيلم بيقول إنه بس بلشنا نشوف أنت غير أنا عدت الحرب، وهلا عم تصير دايما بس بلش نشوف إنه الآخر وأنا ونفسي هون بنتطور لحياة محبة. هيدا فيلم بيقول إنه الحياة محبة وعطاء وتطور، مش الحياة لورا وكذا. إذا لبنان شخص بدي أقول له شيء، بقول له إنه بعرف إنك عم تقضى بكتير أشياء بشعة وصعبة، بس أنت حلو، ولو شو ما صار، لو شو ما حدا عمل فيك رح تقطع، وأنا رح جرب بقف حدك قد ما بقدر تقطع، وإن شاء الله بكون حدك أنت وعم تنزل وقتها ترجع تقلي، لأنه أنا بحبك.